أهلا بكم. نظم العشرة من أهالي جزيرة الوراق وقفة احتجاجية بالتزامن مع نظر محكمة جناح الوراق اليوم قضية التظاهر بدون تصريح المتهم فيها 22 من أهالي الجزيرة، وذلك على خلفية اعتراض الأهالي على قرار الحكومة بتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم من دون وجه حق. وقد بدأت أحداث جزيرة الوراق في يوليو 2017 عندما قامت قوات من الجيش والشرطة بهدم 18 منزلا، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن والتي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الأهالي، ما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة آخرين. وكان رئيس الوزراء المصري قد أصدر قرارا مطلع هذا العام بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة من دون الإشارة إلى المجتمع السكاني القائم منذ عشرات السنين والذي يحتوي على جميع المرافق الخدمية من كهرباء ومياه. هنسيب بيوتنا ولو على متنا، هكذا ردد أهالي جزيرة الوراق التي تحاول الدولة خلال العامين الماضيين إخراجهم فيما يقال لإنشاء مجتمع عمراني جديد أو مناطق سياحية. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي سليم عزوز. أستاذ سليم أهلا بك معنا، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من الجيزة عماد أحد أهالي جزيرة الوراق. أستاذ عماد أهلا بك معنا. ببساطة عماد، عايزك تحكي لي إيه اللي حصل النهاردة، ليه تظاهرتم يعني أو قمتم بمظاهرات على المعديات في الجزيرة؟ والله احنا عملنا لا مظاهرات ولا بتاع، مش مظاهرات ولا حاجه. الاهالي اتجمعت، طبعا الاهالي في حاله غضب من الحكم طبعا على اولادنا ظلم، فطبعا موافقين على المعديه في انتظار ايه الحكم هيكون ايه. لما لا احنا عدينا البر الثاني ولا قطعنا طريق ولا عملنا اي شيء كويس، يعني احنا ما بنعملش اي حاجه غلط ابدا. انتوا كنتوا سيبك من كلمه مظاهرات، كنتوا النهارده بس بتطلبوا من هم يخرجوا ال 22 اللي كانوا ضد طردكم من الجزيره، صح كده؟ ايوه، ما هو يعني احنا دول عملوا عليهم احكام وكده ظلم، ما فيش احنا يعني عملنا مظاهرات قطعنا طريق ولا عدينا بر الثاني، احنا بنشجع بعضينا في البلد اللي على الظلم اللي واقع علينا بس مش اكتر. طيب في جديد يا عماد في موضوع الجزيره؟ نشد بعضينا عشان ناخد حقنا. صحيح، الله يكون في العون. طبعا بيجوا طبعا عملوا محاضر للناس وخدوها والقضيه دي ظلم، يعني ظلم وظلم. احكي لي يا عماد، في جديد في موضوع ان ضربوا حد عملوا حد؟ ما فيش اخلاء، في جديد في موضوع اخلاء محاوله اخلاء الجزيره وهضم بعض المنازل اقامه مشروعات سياحيه، في جديد في الموضوع ده ولا الموضوع ده انتهى يا عماد؟ لا ما انتهاش. ما دلوقتي هم دلوقتي عاوزين يعني الرؤيه دلوقتي واضحه انهم عايزين ياخدوا الجزيره. طب احنا ما عندناش مشكله، احنا دي ارضنا بقى لنا مئات السنين واجدادنا كانوا فيها مولودين فيها. انت هتيجي تطلع لي من الارض وتطلع لي من بيتي ومتمني مكان البيت المتر 1400 جنيه؟ طب 1400 جنيه على يعني اساس؟ طب جنبينا طناش وثقيل والوراق وامبابه واللي محاطينا دي كلهم المتر ب 20000 و25000 و30000. انت تديني 1400 جنيه على المتر، طب اروح فين؟ اعمل بهم ايه؟ يبقى انت جاي تطلعني من ملكي ومن مكاني ومن خصوصياتي وبعدين ترميني في الجبل؟ ده حتى ما ينفعش في الجبل حتى. طيب احنا مش طالبين اكتر ان احنا يعني
ناخد ابسط حقنا، ده باللاعبين المصريين. بس طب يا عماد، الخدمات في الجزيره بتقدم بشكل طبيعي، الميه، الكهرباء، التعامل الامني مثلا معاكم؟ انا سامع ان مثلا في قوات امن بتبقى واقفه على المعديه من الناحيه الثانيه مش من ناحيه الجزيره. ده حقيقي يا عماد؟ لا والله، يعني لا قوات الامن بتعمل حاجه، ولا احنا اصلا مش بتوع مشاكل، احنا بنعمل حاجه ولا قوات الامن بتعمل حاجه، والعمليه هاديه ومش رايحه ابدا ابدا. مواد البناء بتدخل الجزيرة عادي يا عماد؟ يعني أنت تقدر تشتري مواد بناء تبني تكمل بيها بيتك مثلا؟ لا لا، مفيش. مواد البناء ممنوعة من الجزيرة دلوقتي. ليه يا عماد؟ بلا فترة. ليه ممنوعة؟ هو مش عاوز تبني، هو اللي عايزك تبني هو عايز يخرجك، يبقى ازاي هتبني؟ مواد البناء ممنوعة من البلد من فترة مش من النهاردة. انت عرفت طبعا بقرار رئيس الوزراء من شهور قليله باني باعتبار ان الجزيره مجتمع عمراني جديد وكده، ايه رايك في القرار ده يا عماد؟ دلوقتي احنا الاول قال لك ده احنا محميه طبيعيه ايام حسني مبارك، ورفعنا القضيه وكسبنا القضيه بان دي املاك اشخاص، املاكنا كويس، مش املاك دوله. وبعدين دلوقتي بالنسبه للجزيره، ما الوقت تبع هيئه المكتبات العمرانيه، يعني بس معناته انها هتبقى المتر فيها ولا 100,000 جنيه، ده احسن موقع في جمهوريه مصر العربيه. فانت جاي حولتها لهيئه المكتبات العمرانيه، يعني بعت ان هي تكون كاسمنتيه وهتعمل مدينه، حلو قوي، مفيش مشكله، ما عندناش اعتراض، ما احنا مصريين بنحب مصر. بس احنا بنطالب باني انا عندي شقه 2 3 مش طالبين سوبر لوكس، عاوز تديني في الجزيره واخد 3 4 شقق زيهم برضو شقه في شقه، يقول لك تدفع الفرق. طب ادفع الفرق منين؟ الناس هنا غلابه، تدفع الفرق منين؟ تمام، يقول لك لا تدفع الفرق. طب خلاص، لو الكلام مش هيعجبني وادفع الفرق، طب ما تتمل لي صح، اكتب لي مكان البيت المتر مثلا ب 20,000 او 15,000، اقدر ان انا اقدر اطلع بره واشتري واسيب لك المكان يا سيدي، مفيش مشكله. انت عاوز تطلعني كده ببلاش وترميني في الجبل ولا ايه بالظبط؟ شكرا. يعني ده مش عادل بتاع ربنا، ده ظلم، كلمه الظلم. تمام، ربنا ما قالش كده. اشكرك. اشيلك من ملكك ومن ارضك وارميك بره كده واديك اللي هو يفرضه عليا، لا، اللي هي يعني الحاجه اللي ترضي ربنا، عشان حتى الانسان حتى هو طالع يقول احنا عايشين في بلد امن والامان، وفعلا احنا مصريين بنحب مصر، فالمفروض يعني ما نكونش حق بعضينا. أصل حقوق، يعني كمواطن مصري ليه حقوق. وهو مين اللي عايز ياكل حقوقكم يا عماد؟ يعني كامل وزير ما بينزل، ست اللي هو كامل وزير ما بينزل او الجيش او كده، هو اللي بيتولى العمليه، الوزير تبع هيئه المجتمعات العمرانيه. طب انتوا لما تنزلوا بنقول لهم، قبل كده قعدنا معاه قلنا يا جدعان المتر دلوقتي عندنا 1400 جنيه مكان المتر، قال لك هي كلها واحده بس ارض زراعيه، هي فين ارض زراعيه؟ ما انت حولتها لهيئه المجتمعات العمرانيه. فيعني ما ينفعش الكلام ده، وبعدين في ناس يعني غلابه موجوده، اهل قاعد في اوضه وصاله ومعاه عيالين ثلاثه، طب يروحوا فين؟ يروحوا فين دول؟ لو انت هتعوضهم 1000 رايح المتر وهو قاعد 50 متر ولا 100 متر، يروح فين؟ تمام، ما حدش بيسمع. شكرا. احنا عاوزين شفافيه، الناس اللي بتتفاوض معاك في شفافية في الرأي، وفي صراحة، العملية التشريعية هتبقى حلوة، مفيش لا صراحة ولا شفافية ولا أي حاجة خالص. تمام، أشكرك يا عماد، شكرا جزيلا. الناس مخنوقة. الله كان الله في عونكم عماد. عماد أحد أهالي جزيرة الوراق كان معي عبر الهاتف من جزيرة الوراق. مشاهدينا الكرام، في نفس السياق أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر تقريرا عن أزمة جزيرة الوراق، أكدت خلاله أن الحكومة تسعى للاستيلاء على الجزيرة وإخلائها من أهلها لصالح المستثمرين. وأقالت الشبكة في تقريرها أن قوات الأمن شددت من قبضتها على مخارج ومداخل الجزيرة وفرضت حصارا أمنيا وسط شكاوى من منع دخول مواد البناء واستمرار تفتيش الأهالي وتفحص زوار الجزيرة. وكشفت الشبكة على أن هناك العديد من الاستدعاءات الأمنية لأهالي جزيرة الوراق من أجل الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم للبدء في تطبيق خطة التطوير والتهجير التي تتبناها الحكومة. وهو الأمر الذي دفع بالعديد من أهالي الجزيرة تحت تهديد الحصار والقمع الأمني إلى التنازل فعليا عن أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية.
عودة إلى الأستاذ سليم عزوز، أو نبدأ معك أستاذ سليم. سمعنا كلام عماد الناس النهاردة زعلانين من فكرة لسه في 22 بيتحكم عليهم لغاية النهاردة، فقط أن هم انتظهروا في يوم من الأيام بسبب مقتل واحد من أهالي الجزيرة، ويبدو أن موضوع الجزيرة يعني طلع على السطح مرة أخرى. هو موضوع الجزيرة ما انتهاش من على السطح عشان يظهر مرة تانية. هو طول الوقت أساسا عنده خطة، هو لديه خطة، خطة لابد من أنه يسلم الأرض إلى المشتري، المشتري اللي هو في الحقيقة اللهو الخفي اللي هو مش معلن اسمه. نحن نعلم أنه المشتري هو الإمارات، دولة الإمارات. مين في الإمارات؟ الله أعلم، هل هو الحكومة، هل هي شركة إعمار، هل هي ما إلى ذلك. لكن المعلن أنه في رتومات هندسية على هذه المسألة منتهية بالنسبة لفتح السيسي، أنه هو أساسا قبض ومش عارف يسلم الأرض. زي عماد بيتكلم في أنه المتر عايز يدفع فيه 1400 جنيه، هو مش واخد باله أنه ده مش قيمته الحقيقية، ومش واخد باله انه مشكلته مع سمسار اراضي. سمسار اراضي بيتعامل دلوقتي مع الارض المصريه على انها يعني اللي عايز يشتري يدفع، والمساله عنده شغاله بهذا الشكل. فهو اساسا بيدفع ال 1400 كمان مستكترهم على الاهالي. ده هو اضطر في النهايه انه يحدد متر الارض ب 1400 جنيه. السؤال بيطرح نفسه، هذا الموضوع الضبابي اللي انت عارف مين هو عايز يخلق المدينه بعد ما كانت سلمها المشروعات الهندسيه تبع الجيش، لا خدها من المشروعات الهندسيه وسلمها للمجتمعات العمرانيه بتاعت وزاره الاسكان، وبعدين عايز في الحالتين هو طب انت عايز تخليها وتديها لمين؟ الى الان يعني رسميا لا نعلم من هو المشتري. طيب ما تخلي هذا المشتري يتعامل مع الاهالي مباشره، يعني اذا كنت انت بالفعل شايف انه هذه ارض يمكن ان تنفع منتجع سياحي او مدينه سياحيه او قريه سياحيه او ما الى ذلك، ما تخلي هذا المشتري اللي انت اساسا واخده ومخبيه، اللي هو اساسا رسميا احنا مش عارفين هو مين، يتعامل مع الناس. هو في حقيقه الامر كان مدهش جدا انه يظل الى الان هذا العدد من الناس معتقل لغايه دلوقتي، على الرغم من ان هو حب يقوم بدور شيخ العرب، وبعد كامل الوزيري التقى بالناس وعمل رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بالضبط، التقى بالناس وعملوا قعده عرب. طيب يعني انت جاي تعمل مع الناس قعده عرب وواخد الناس الى الان لا يدالوا حتى الان رهن التحقيق ومحبوسين في امام القضاء وما الى ذلك. انا شايف ان هو بيتعامل بمنطق سيب ونسيب، لكن هو طول الوقت هو عنده يعني منتظر اللحظه المؤاتيه علشان خاطر ينقض على هذه المدينه. بس يقدر يشيل اهالي يعني الاف الناس اللي عايشين بقى لهم عشرات السنين وده مكانهم الطبيعي ويمشيهم من الجزيره كده ببساطه؟ هو يعمل اي حاجه، يعمل اي حاجه مقابل الفلوس، يعني مقابل الرز، مقابل انه هو اساسا من الواضح جدا انه قبض الفلوس، قبض ثمن هذه المدينه، واحنا مش عارفين اساسا بيقبض ازاي وبيحط الفلوس فين وبيدخلها فين. وفي التسريبات كان واضح جدا، لا دخلوا لنا فلوس شويه فلوس في حسابات كذا وطلعونا شويه. يعني احنا طول الوقت بنتعامل بمنطق النوته الزفره اللي بيتعامل بها البقال، اللي هو الحسابات بينه وبين عباس كامل، لا احد في الشعب المصري يعرف ايه اللي بيحصل في هذه الدوله. وتدار الامور بهذا الشكل، هو لا يهمه المواطنين ولا يهمه الشعب ولا يهمه، هو هذا المكان عليه العين. وللاسف الشديد نظام مبارك ما قدرش يتجرأ وياخد الارض دي، والناس رفعوا قضايا، وكان القضاء المصري اصدر حكم بانه دي اساسا ملك اصحابها وما هياش اراضي دوله، وبالتالي النظام ما قدرش يخدم على هذه الخطوه يا حسني مبارك. لكن انت قدام واحد دلوقتي طايح في الخلق مش همه اي حد، بيتصرف على انه اي شيء في مصر ممكن يتباع، اي شيء في مصر قابل انه يتباع هيبيعه، بتاع مين؟ بتاع الاهالي، بتاع الناس، يطردوا ايوه يطردوا، لانهم استكتر عليهم انهم يبقوا موجودين في منطقه مهمه في مصر بهذا الشكل. والراجل قال لك منذ قليل انه ده اغلى حته في مصر، اغلى صحيح. حته في مصر تبقى مع الناس البساط. ليه يعني؟ ما هو لا هو يقودها هو، وهو يتصرف فيها تصرف المالك فيما يملك. انت عندك مشكله مع واحد سمسار اراضي، سمسار اراضي ده اساسا مشكلتك معاه انه بقى عنده معاه الدبابه ومعاه كل شيء. والقصه ما هيش قصه يعني عماد بيتكلم في حدوته، احنا بنحب مصر، كل المصريين بيحبوا مصر، اللي فرط في الارض المصريه هو الوحيد اللي ما بيحبش مصر، واللي فرط في الاصل الارض المصريه لا هم اهالي الوراق ولا هم الاخوان ولا هم الثوار ولا هم بتوع ثوره يناير ولا هو المواطن المصري البسيط، اللي فرط في التراب المصري هو فتح السيسي ذاته يعني. فبالتالي المساله حب مصر وكرهها ده مش مطروح على جدول الاعمال. طيب دعنا نترك معاناه اهالي جزيره الوراق ونذهب لمعاناه المصريين ايضا، لكن هذه المره مع الارتفاع المتزايد في اسعار الخضروات والفاكهه وضعف قدرات الناس الشرائيه. دعونا نتابع اراء عينه عشوائيه من الشارع المصري حول المعاناه من الغلاء المستمر. لما احنا ما عندناش خضار واحنا قربنا نشحت من اسعار الخضار، والله احنا اغلب من الغل، هنعمل ايه؟ والله الحاجه كلها غاليه واحنا مش عارفين نعمل ايه يعني. البياع غلبان، بيبيع كل حاجه بكام؟
هي البامية ب 15 ب 15 احنا بنجيب البامية ب 12 نبيعها ب 15 وبنرمي نصها ولا بنبيعها ولا بنشتري وكفاية سنت علينا. سنت الكيلو 3 جنيه؟ 3 جنيه الوحشة كلها وحشة بتبقى كلها وحشة. الإقبال عندهم الجو نايم. الخضار كلها غالية مش عارفين نشتري أي حاجة وحتى الفاكهة والخضار بايظ أغلبيته بايظ وبناخد الحاجة اللي لقيها بايظة. بس الجوده بتاعت الخضار عامله ايه؟ لا مش حلو مش حلو خلاص مفيش جوده مفيش جوده. بص لا البطاطس بايظه الحاجه بايظه مش حلو. الاسعار والله كلها غاليه. قوطه ب 8 وبطاطس ب 9 و 10 وغاليه ومحدش لاقيها اصلا. بس قول لي كل حاجه بكام؟ يعني عندك بصل من 5 لـ 4 وبطاطس كانت ب7 دلوقتي بقت ب9 و10 وقوطه كانت ب5 و6 دلوقتي بقت ب9 وب8 وفاصوليا اصلا ما حدش لاقيها وهي عامله 30 جنيه. اسعار غاليه وبعدين مش انا اللي بغلي بمزاجي على الزبون، انا التاجر بيغلي عليا وانا بغلي على الزبون فدي حاجه مفروضه عليا. ازاي الاول؟ ويصبح السؤال من يتحمل مسؤولية هذا الغلاء المستمر على الأمور الأساسية في مصر، الخضروات والفاكهة. أستاذ سليم فين المشكلة؟ المشكلة أساسا أنك لديك سلطة ليست مهتمة بالناس، ليست مهتمة بالشعب المصري، ليست مهتمة بالفقراء. هو رجل أساسا قاعد بيهندس في مسألة أنه يطلع بإيه، يعني بيطلع بكام في صفقة الحكم اللي هو تولاها. قاعد يبني في مشروعات هلامية من حفر قناة السويس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي سايب الناس تقطع في بعضها والناس كلها تتكلم يقول لك في نهاية مش عارفين نعمل إيه. يعني هو ولا أحد حقيقة في السلطة مهتم بالإجابة على سؤال مش عارفين نعمل إيه، إنما تطلع بين الحين والآخر قصة إنه تعالى نعمل نقاطع، يعني هتقاطعي ولا تقاطعي؟ وبعدين هل هي القصة أساسا إنه في فعلا جشع للتجار؟ أنا شايف إن القصة مش قصة جشع تجار، إنما القصة أساسا مركبة وفي نهاية الأمر دليل على إنه ما فيش سلطة مهتمة بالناس. لما يبقى في مصر دلوقتي أساسا تستورد الطماطم من الأردن هو فاضل ايه تاني يعني ما نعم. اساسا موجود في مصر اذا كنت انت رايح تستورد وبالعمله الصعب استورد الطماطم من الاردن. ايه اللي حصل اساسا في الطماطم المصريه ولماذا يعني ما هياش موجوده الى درجه انك انت بتروح تستورد من الاردن؟ يعني حقيقة احنا قدام نظام ما هوش معني بأي شيء في الدنيا، ولا مشغول بالمواطن المصري البسيط ولا غير البسيط. ابقى معي أستاذ سليم. مشاهدينا الكرام بعد قليل نتابع معكم باقي فقرات المسائية، وفيها الداعية السلفي المصري سعيد رسلان بعد عودته للخطابة يقول: يقطع لساني وتبتر يميني وتزهق روحي إن كنت سببا في فتنة تمس مصر. ابقوا معنا.